بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتابعي قناة ومدونة تاكرو فيكسر. اليوم سوف نقوم بإزالة الـ FRP لجهاز الهواوي Y8S، وهذا هو الرمز الخاص بي. سوف أقوم، نعم هذا هو Y8S، وكما ترون البلاتفورم الخاصة بي فهي من عائلة الكيرين 710. وبالنسبة للريفرنس الخاص بي فهذه الريفرنسات الموجودة هنا كما ترون. الآن سوف أقوم بالبحث عن تيست بوينت في جوجل هنا كما ترون، فهذه هي التيست بوينت، هاتين النقطتين، يجب إيصال هاتين النقطتين من أجل إيصال الجهاز عن طريق التيست بوينت. إذا سوف نقوم بالذهاب إلى هنا إلى UFT Pro كما ترون، سوف أقوم بفتحه عن طريق UFT Pro. نقوم بالدخول إلى الهواوي هنا، جهاز الهواوي، ثم اختيار FRP هنا، ونقوم بالنزول هنا إلى REST FRP Test Point USB COM 1 and 0، ونقوم بكتابة الريفرنس الخاص. هذا هو الريفرنس GKM LX1، نقوم بكتابته هنا GKM من أجل البحث عن الريفرنس الخاص به، GKM LX1. إذا هذا هو الريفرنس الخاص ب Y8S. الآن سوف أقوم بشبك أو بإيصال الهاتف عن طريق تيست بوينت. سوف أقوم بنزع البطارية ثم إعادة البطارية، والآن سوف أقوم بإيصال النقطتين، والآن بعدها سوف أقوم بإيصال الكيبل وننتظر سيتم إيصال نعم، الآن لقد تم الاتصال كما ترون. ما علي سوى أن أقوم بالضغط على ستارت هنا وننتظر حتى يتم إكمال العملية إن شاء الله. نعم، لقد تم حذف الـ FRP بنجاح، فالطريقة هي سهلة أيضا.